مساء الخير على مشاهدينا الكرام في برنامجكم أجدع ناس في مصر. مصر بتمر بأزمات كتيرة، من ضمن الأزمات ديت كانت أزمة الكورونا وأزمات تانية أكتر وأخطر، وفي كل مرة بيظهر معانا معادن أصيلة، معادن بتقف مع إخواتها، مع أهليها، مع المواطنين، مع البلد. ومن ضمن المعادن ديت إحنا برنامجنا ابتدى يشوف ظهور المعادن دي بصورة تليق بيهم. ومن ضمن هؤلاء المصريين الكرماء هو الأستاذ أحمد شاكر، صاحب 39 سنة، بكالوريوس إدارة أعمال. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. ونحب نتعرف عليك أكتر. أنا أحمد شاكر السيد عبد العزيز، سن 39 سنة، صاحب شركة أساس، بس مواطن زي أي مواطن عادي، بيحتك بالناس والناس تحتك بيه، ونتعرض لأزمات كتير كده. تشرفنا بك يا فندم في برنامجنا. حضرتك طبعا لمست معنا في مصر أزمة الكورونا. أكيد طبعا. فموقف حضرتك في أزمة الكورونا بالنسبة لمنطقة شبرا الخيمة أو غرب شبرا الخيمة زي ما حضرتك قلت. بص يا فندم، هو موضوع كورونا ده هو كانت فجأة لينا كلنا، كنا كناش متوقعين ان هي ممكن توصل مصر، كنا بنتفرج عليها على التلفزيون دي بعيدة انها تيجي عندنا، ولما خلاص حطينا قدام الامر الواقع ووصلت عندنا بدأ في حاجات تظهر من خلالها ما كانش الواحد متوقعها. حكاية قفل البلد ذات نفسها ولدت مشاكل كتير بعيد بقى، خلاص بقى يعني الناس بدأت تقول لك انا مش مشكلة المرض، انا عاوزين نشوف اكل عيشنا. البلد الماديات الماديات بهدلت الدنيا، اصبح بيظهر لك ناس اللي هم شغالين يوم بيومهم، الناس دي اتدمرت، الناس دي ما كانتش لاقيه تاكل. فهو كان يعني البلد كانت في حيره، هل نفتح والوباء يكتر اكتر وما نعرفش نسيطر عليه، ولا نقفل والناس ديت ما نحطهاش في دماغنا. بس طبعا من الناس اللي فعلا ظهروا في الوقت دوت انها معادن كويسه، اللي بدات تقف جنب الناس بعيد مش شايفة حاجة إلا أخوها مريض أو قريبها مريض ولازم فعلا أنها تقف جنبه، وظهر ده عندنا في مناطق كتير وفي مصر يعتبر كلها. يعني كان دور حضرتك يا فندم؟ كان دورنا احنا، بدأنا طبعا الموضوع كان جديد علينا، فاللي شفناه ان احنا نبدأ نعقم، عاوزين المرض ما يوصلش لأي بيت، اللي هو تقليل المرض. بالظبط كده يا فندم، على قد ما بنقدر يعني. فبدأنا نعمل حملات تعقيم ونوصل للبيوت حتى للشقق ذات نفسها داخل الشقة. بالظبط يا فندم، طبعا طبعا بموافقه صاحب الشقه، لانه كنا بنوصل للبيت، الرجاله بتاعتنا بتوصل البيت، والله احنا هنعقم، في ناس بتقول لك اتفضل خش عندي في البيت، في ناس بترفض، كنا طبعا كنا بنلبلها طلبها ده. بس بعد كده اكتشفنا، انا حضرتك كان الرش داخل الشقق، داخل الشقق بتاعت الناس بموافقه الناس نفسهم. بالظبط طبعا يا فندم، يعني ما اجبرتوش حد على حد. لا 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 خالص، ما ينفعش. انا كان هدفي في نماذج اكيد معانا لكده. طبعا معانا صور، طبعا ما رضناش نعرضها الا طبعا من خلال البرنامج، لان في ناس بتحسبها ان هو شو. وانا طبعا دول مهما كان دول جيراننا واحنا عارفين بعض، فما ينفعش يعني كده. حضرتك ما طلعتش صورت في قلب التعقيم؟ لا 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 خالص، مش عندي، انا رافض. يعني ما فيش شو؟ لا 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 ما فيش، انا برفض الموضوع ده تماما. تمام. ده ضد مبادئنا، ما ينفعش ان انا اقدم لك خدمه واطلع اتصور جنبها. انا ممكن الصور تبقى معايا، ان انا يا ابني انت لما تكون في الحته ديت صور لي انت فعلا وصلت للناس دي، لمعرفه حضرتك ان هو ادى بس الدور بتاعه. وده كان معايا انا، حتى ما فيش اي حاجه على السوشيال ميديا ظهرت من الموضوع ده. تمام. وكان حضرتك رد فعل حضرتك او تجهيزات حضرتك بالتعايش مع الكورونا؟ احنا لما سعينا في تعقيم البيوت والشوارع، لقينا ان احنا داخلين في بحر ما لهوش نهايه. طب ايه الحل؟ طب ماشي، انا عقمت لك بيتك النهارده، طب بعد كده لازم تعقم تاني. طب ما هو هيخرج بره، هيحتك بناس، هيجي لاولاده. فاصبح كده من هنا فكرت في فكره بوابات التعقيم. تمام. ان انا احطها على اماكن حيويه، انا خلاص خرجت رحت شغلي، احتكيت بده احتكيت بده، وانا راجع بيتي هو ده مربط الفرس. انا مش أوكي. عاوز اوصل المرض لبيتي، مش هقدر، مش هروح اشتغل عشان خاطر. فحضرتك عملت بوابات؟ عملت بوابه التعقيم، بحيث ان انا حضرتك تعدي منها قبل ما تروح، خلاص كده انت ان شاء الله. كان فكره حضرتك اماكنها تكون في ايه؟ كان حلمي ان انا احطها على مداخل ومخارج
متر الانفاق اذا كانت شبرا الخيمه وخدت شبرا الخيمه اللي خصنا فيها، طب ما كان مزدحم. وطبعا اي حد اذا كان بيروح الحي كله وممكن احياء جنب احياء، فكنت عاوز احط عند محطه شبرا الخيمه ومحطه كليه الزراعه. طبعا الموضوع قعدت احاول عشان اجيب تصاريح بس للاسف الموضوع فشل. في مداخله معانا. الو، ماشي يا فندم. تمام. طب عدم وضعها عند المترو كان حضرتك في حل تاني ليها؟ حل تاني ازاي ايه؟ يعني تحط في مكان اخر؟ ما خلاص، ما انا مش هقف على كده. انا خلاص لقيت الموضوع ممكن يبقى فيه رفض من جهات معينه او في تحفظات منهم على حاجات معينه، خلاص انا مش هقف مكاني، مش هقعد انا خلاص مهتم بالحته دي خلاص، لا، في اماكن تانية تقدر تخدمنا. وبدات فعلا احركهم في حتت تانية. تمام، خلاص بقى حتت دي الحي يملكها، احنا كاهالي نملكها خلاص، دي حريتنا، دي ارضنا واحنا حرين فيها، نحطها في اي حته بقى. تمام، لكن حاجه فيها سياده وفيها ضوابط، يعني يعتبر مشاركه مجتمعيه بينكم وبين بعض. بالزبط. كالاهالي يعني. بالظبط كده. وطبعا الناس كانت مرحبه جدا وكانت مبسوطه جدا بالخطوه ديت، ولسه ان شاء الله هعمل فيها تطوير برضو يعني لغايه ما ربنا يكرمنا ونخرج من الازمه دي. حضرتك بسنك هنقول مش الكبير، السن الصغير، اكيد كان في حلم او اهداف لحضرتك جعلتك ان انت تتحرك مع الناس في الشارع. بص يا فندم، هو حلم اي حد بسيط ان هو يشوف الحي بتاعه بتطور، الناس بتاعته بترتقي، بيبدا في خدمات فعلا بتنزل للناس. انا من ساعه ما وجدت في الحي دوت ما شفتش. معانا مداخله تليفونيه، المستشار شريف الحسين رئيس حزب النصر. اهلا بيك يا فندم. الو الو، مساء الخير يا فندم. ازيك يا استاذ شريف الاعلام المحترم، ازي حضرتك؟ ميرسي لحضرتك. ازيك يا فندم، ازي صحه حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك، وبحيي الاستاذ احمد شاكر على المجهود اللي بيبذل باسم حزب النصر والخدمات اللي بيقدمها للمواطنين. شبرا الخيمه، معالي الباشا، ده احنا اللي شاكرين لتوجهاتنا عليك وكل حاجه تحت اشراف معاليك، ومن غيرك يا ريس ولا حاجه. والله كل القدرات والتنميات للشباب الجميل المحترم اللي عايز يخدم الوطن واللي عايز يخدم الشعب بتاعه والمواطنين. اختيار حضرتك مع المستشار احمد بيه كان عشان ايه؟ هو الاستاذ احمد امين مساعد شبرا الخيمه من الشباب الحيوي او اللي هو منتشر دائما. دايما بيسعى ان هو يقدم للمواطن كل ما يلزمه من مشاكل بيقدر ان هو يقف معاه بيحلها، بيقدم له بعض الخدمات، بعض الحلول بيقدمها، في بعض الانشطه بتتعمل خلال الاستاذ احمد شاكر، فانا بحييه. انما دور الحزب طبعا اكيد دوره كبير قوي، احنا عندنا الانشطه هو يعلم بيها كويس جدا اللي هي المراه المعيله. في عندنا قسم خاص بالمراه المعيله، تعليم سيدات الارامل المحتاجين اللي هي الكلام ده كله، بنعلمهم حرفه يدويه وبينزلوا معارض وبيعرضوا فيها المنتجات بتاعتهم بيتربحوا، ده شيء. بالنسبه في عندنا الاستاذ احمد شاكر يعلم كل العلم، وهو من ضمن الشباب اللي احنا بنقوم بعمليه التدريب والتثقيف في العمل السياسي والعمل الخدمي والاجتماعي. ودائما يبقى متواجد مع المواطن، فبيقدر ان هو يقدم بعض الحلول، بجانب ان هو لو في اي حاجه طبعا بيبقى في لقاءات يعني نعرض المشاكل اللي هي يعني حضرتك في شيء ملموس من استاذ احمد او في عمل ملموس من استاذ احمد فعلا على الارض الواقع يا فندم. ده حقيقه، الاستاذ احمد قدم خدمات كثيره قوي بما فيها اخر حاجه هو لسه عاملها برضه، مش مقابل اسم او شهره او الكلام ده، عامل بوابتين تعقيم، بوابات محترمه جدا عاملينها للمواطنين، مش محتاج شو ولا محتاج اي حاجه. فدي من ضمن الحاجات اللي هي اخر حاجه قدمها الشباب، بجانب ان احنا بنقدم وهو عن طريقه بيقدم فرص عمل للشباب المحتاج، الشباب الجاد اللي هو عايز يشتغل فعلا. فدي نشاط ملحوظ، بجانب ان هو متداخل مع الاجهزه التنفيذيه في بعض تنفيذ بعض المهام اللي بيقوم بيها، فانا بحييه من خلال المنبر بتاع الاعلامي بتاعك يا استاذ شريف، فانا بحييك وبحيي القناه. شكرا يا فندم، شكرا جدا لسيادتك يا فندم. استاذ شريف الحسيني من الناس المحترمه ان الواحد يفتخر بيها شخصيا. كان في نماذج للبوابات يا فندم؟ كان في نماذج كصور يعني؟ موجوده. ما تمام. طب زي ما هنرجع تاني
هنرجع تاني لبوابات التعقيم يا فندم، بس حاجة بسيطة. هل فكرة وتنفيذ البوابة كانت من قبل جهات معينة أو ولا دي كانت حاجة سيادتك نفذتها؟ دي فكرة جات لي بعد ما انا سعيت ان انا اعقم البيوت، فلقيت ان انا فعلا زي ما بقول لحضرتك كده انا بجري في بحر مش ملوش نهايه. تمام. فلقيت ان انا خلاص عنق الازازه فين، وابدا ان انا احطها بحيث ان ايه يحد من المرض شويه على مستوى الحي. الفكره بقى جات لي لما شفتها في حتت كده معينه، بدات ان انا اخد الفكره ديت، قلت انا هطبقها يعني. فانا بنفسي رفعت مقاساتها، ولان انا عندي خلفيه في الحاجات دي كويسه يعني، بحس ان انا صاحب شركه اساس مكتبي، فعندنا المقاسات والحاجات ديت احنا لازم يبقى خبره فيها يعني. تمام. فبدات جبت الحديد ومقاسات معينه واتقطعت، وحد جه لحمها، وجبت واحد صاحبي ركب لي الرشاشات، وبدات انا اقفلها بايدي. هو ده مجهود الشاب المصري ومجهود الشعب المصري، وده هيكون الشباب كلها ان شاء الله هجرهم لحاجه زي كده. تمام. اوكي، هنرجع تاني لكلامنا اللي هو اهداف حضرتك اللي جعلتك تنزل مع المواطن في الشارع او تنزل مع الناس في الشارع، وايه الدافع الرئيسي؟ هو الدافع اللي فكرنا كل واحد عاوزين ننهض، عاوزين يبقى احنا يعني. لو بصيت لبلاد بره او الدول الاوروبيه والناس دي متقدمه، مش معنى كده ان احنا اقل منهم تفكيرا، لا بالعكس، احنا عندنا عقليات محترمه جدا، وناس ليها يعني ليها مستقبل بتفكر فيه، ليها طموحات. معنا الأستاذ أسامة عقل أمين لجنة العمل الجماهيري بحزب النصر. أهلا وسهلا يا فندم. أستاذ أسامة، ماشي يا فندم، كمل. كنا فين؟ نزول حضرتك. كمل. أوكي. نزول بنبدأ اللي احنا نقعد مع كل واحد عنده فكرة، ما نستقلش بأي حد، أي حد ممكن يقول لك فكرة ممكن تصنع بيها نهضة في قلب الحي بتاعك. زي اي حاجة، اي انت ممكن واحد يقعد معاك يقول لك والله احنا هنوفر مثلا اي خدمة، مثلا في واحد بيقول لك احنا عاوزين نعمل مثلا باصات تبقى خاصة بالحي ذات نفسه، يبقى في درجة امان، ان احنا مننا فينا يبقى اطفالنا بتركب مع الباصات بتاعتنا، يبقى في نشاط ما بيننا في قلب بعض، في اسواق تجاريه عاوزين نعملها تبقى خاصه بينا. عندنا شبرا الخيمه عامه من زمان، لو رجعت الافلام القديمه هتقول لك شبرا الخيمه منطقه صناعيه فعلا، وهي كانت المنطقه الاولى على فانت عندك سمعه من زمان، انت خلاص بقى احيي الموضوع ده من اول وجديد. تمام. عندنا بعض عندنا مصانع بتصدر بره. استاذ اسامه اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، السلام عليكم. عليكم السلام استاذ شريف، ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم، ازي صحتك؟ الله يخليك يا فندم، الحمد لله. استاذ اسامه قبطان حي غرب شبرا الخيمه. استاذ احمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ويعني انا مش عارف اقول لك ايه، بس انا سعيد باللقاء ده والمداخله دي. واتمنى لك ان شاء الله يعني حظ موفق في الايام القادمه ان شاء الله يعني لخدمه اخواتنا واهالينا في شبرا الخيمه. حبيبي اخويا استاذ اسامه، حضرتك قبل حزب النصر او قبل ما تكون حضرتك امين لجنه العمل الجماهيري بالحزب، حضرتك جار للاستاذ احمد. استاذ احمد جار واخ من زمن يعني فوق 20 سنه، وهو راجل من الناس اللي مش عشان جاري انا بقول الكلام ده، لا عشان انا اعرفه معرفه شخصيه بعيد عن هو امين الحزب او انا امين لجنه في الحزب. هو من الناس المحترمه يعني والشخصيات المؤدبه، وطول عمره يعني علاقاته بالناس كويسه، وكانت خطوه جميله يعني ان هو ينضم للحزب ويقدر يفيد اهل دايرته، وان شاء الله نبقى كلنا ايد واحده يعني ان شاء الله يا باشا باذن الله لبلدنا ومنطقتنا شبرا الخيمه، احنا ننهض بيها وتبقى في احسن مستوى يعني، وان شاء الله اللي فيه الخير يقدمه ربنا ان شاء الله. يا اسامه متشكرين لسيادتك جدا. لا حبيبي يا باشا، نفس الكلام استاذ اسامه قاله اللي هو موضوع تطوير شبرا الخيمه او اعاده شكل شبرا الخيمه. استاذ اسامه كلمته بتفرق كتير، لان هو فعلا عاش وتربى في وسطنا، هو ده بيفرق معاه كتير، هو اللي يقول لك ايه ده هنا وده هنا، ده اللي ينفع وده ما ينفعش. ف
فمن الكوادر اللي انا ما تقدرش نستغنى عنها. طب يا فندم حضرتك كنا حضرنا كلام قبل كده ان حضرتك كنت بتتكلم بره قبل ما اخش على وحده الصف. معنى كلمه وحده الصف، هل زي ما كنا متعودين المسيحي والمسلم، ولا وحده الصف عامه على مصر كلها؟ طب بص يا باشا، احنا انت لازم عشان بتبدا بنفسك عشان تطلع نموذج الناس اللي دنها ماشيه وراك، مش هنقعد نتكلم وخلاص. احنا نتكلم الناس اللي تبعنا، تعالى يا شباب احنا عاوزين نبقى واحد، نقف جنب بعض، نجيب الافكار اللي عندك والافكار اللي عندي ونطلع بفكره تتنفذ مما فيش. يعني ازاي مما فيش؟ ان احنا مش هنكلفها حاجه، بس الفكره هتبدا تبقى خدميه ليا وليك ولابني وابنك. احنا معانا بعض الصور لحضرتك في قاعده، تقريبا قاعده عرفيه وقاعده عرفيه. ده كانت من القعدات اللي كانت يعني ليها طابع خاص. بمعنى خلاص، بمعنى ان هما كان ما بين واحد، كان مشكله ما بين شاب مسلم وشاب قبطي. خلاص طبعا انا برفض ان انا اسمي الموضوع ده كمسلم وقبطي، بس هو خلاص مشكله حصلت ما بين جيرانه وبين بعض. تمام. خلاص، فطبعا في حبه منوشات، وفي كان محد الناس كانت رافضه الصلح اساسا، الناس الاقباط. فلله الحمد، يعني الحمد لله لما عرفوا ان انا بسال على الموضوع هم اللي بعتوا لي، لثقتهم فيا طبعا واحترامنا لبعض المتبادل، لان احنا بنتعامل مع بعض من زمان. فبداوا يقولوا اللي انت شايفه ايه يعني؟ فقلت لهم لا لا لا، احنا الموضوع هو في ايديكم، اللي انتوا عاوزينه احنا هنعمله. وفعلا قربت المسافات ما بين ده وما بين ده، وكانت الكلمه خفيفه على القلب، والموضوع خلص بامان طبعا. كان شرف ليا اللي انا وقعت في وسطهم. طبعا مش انا لوحدي طبعا اللي قمت بالموضوع ده، كان في كوادر، الشيخ سيد، وفي المقدس ابو ايمن. فالناس دي طبعا هي اللي قامت بدور جامد يعني. انا ما عليا اللي كنت بعد اعلان كده. بعد اعلان السيد الرئيس الجمهوريه ان كل فرد في المجتمع يكون رقيب على المسؤول، ان لو المسؤول في اي خطا قام بيه يبتدي الابلاغ عنه. حضرتك ليك دور او في فكره تجاه حضرتك بالنسبه للحي ده؟ بتيجي بعدي نقطه توحيد الصف يا فندم. احنا بعد ما نوحد صفنا خلاص هنبدا نشتغل مع بعض. انا دلوقتي في المحكمه، انا دلوقتي في المرور، انا دلوقتي في موقع خدمي، انا قابلت موظف بيعامل الناس وحش، خلاص ده دور الرقابه. وقالوا بنجمع نفسنا احنا، في مكتب بيضمنا الفلان الفلاني في الحته ديت، في بيجي منه شكوى، خلاص بنبدا نتعامل معاه، ده دور الرقابه. هنروح نكلمه مره واتنين اذا كان من عندنا، او حد يعز علينا نبدا نكلمه ان هو يحسن اسلوبه، او حد بمعنى اصح ممكن يكون مرتشي، هنبدا ننبهه مره واتنين، والله انت استجبت فانت اخونا وحبيبنا على راسنا، ما استجبتش يبقى في دور رقابه ان احنا بنشتكي الشخص ده اللي احنا مش عاوزينه في المكان ده، وده حقنا احنا، دي ارضنا واحنا مش عاوزين حد يستغلنا. بس بالنسبة للأفكار اللي عند حضرتك للمشروعات الكبيرة داخل الحي دي، برضو بتتعلق بتشغيل المصانع عندنا، ونخلق مشروع كبير يضم الشباب اللي عندنا. عندنا شباب كتير مش شغالة، محدش بيقدم لها ايدين ان هو يعمل لها مشروع ياخد الشباب دي في حضنها. الشاب لو وفرت له شغل خلاص هيتلهي فيه، هيتلهي بفكره، وهيبدا اللي هو يتطوره عشان شايف ان هو بينجح فيه. بس مين اللي بيقدم له ده؟ مفيش، الكلام ده مش موجود. فقلنا اللي احنا نوحد صفنا ونبدا نعمل مشاريع بجهود ذاتيه. انا قصدي حضرتك الحكومه، مش كل حاجه على الحكومه. لا 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 لا، لا الحكومه بره الموضوع خالص. احنا يعني هنقعد يعني نجري ورا الحكومه وتصريح؟ لا، احنا هنبدا من نفسنا. عندنا كوادر كويسه في الحي، ناس فعلا عاوزه تساعد الناس لله. هنستغل الموضوع دوت ونبدا نعمل مشاريع، اذا كانت كبيره او صغيره. لو كانت كبيره فاحنا بنعمل سوق مثلا يشغل مثلا فوق الألف شاب، اللي تكون اسواق حضريه. بالظبط، حضريه. كنا انت عاوز تتاجر في ايه؟ عاوز تتاجر في الاسماك، انت هنخصص مكان للاسماك، هنخصص مكان للملابس، هنخصص مكان للخضروات. هيبقى حاجه كبيره فيها، حتى لو انا بعت زوجتي بعت ابني، يبقى انا في حتى في امن بيتابع الموضوع، في ضوابط. يعني حضرتك كل اللي عايزه من الحكومه
هي تصاريح يخصص لك، يخصص لك جزء من الارض ويديك تصاريح. انا عاوزك تديني التصاريح ويبتدي بعديها حضرتك بتعمل المشروع نفسه ويبتدي يسدد الشاب. المشروع اللي انا هعمله انا مش ناس، انا مش ناس الدوله فيه. ما انا عارف ليها يعني ليها يعني انت حضرتك هتديني مثلا الارض هعمل عليها مشروع، خلاص الارض دي مش بتاعتنا، ملك الدوله، وهدناها ملك الدوله خلاص، فانا هقيم عليها المشروع. المشروع ده لازم يدخل عائد للدوله. انا ممكن تديني ارض افتحها جراشات، هتدخل يعني ايه؟ تبقى الرقابه للدوله ايضا، للمحليات او للحي او لمجلس المدينه. لا الرقابه يعني معظم الرقابه تبقى من عندنا احنا، لان احنا اللي حاسين اكتر. هتحط بقى الحي ان هو يراقب وفلان ما جاش وفلان اتعامل؟ لا لا لا، احنا نبقى عينينا على حاجتنا، عينينا على شبابنا. الشاب الملتزم هنطلعه في حته ارقى، اللي مش ملتزم بقى وبيهرج لا اركن على جنب، عشان في فرصه تانية، في بيوت تانية عاوزه تتفتح. تمام. بالنسبه للعائد من الحاجه ده، طبعا العائد دي فرصه للحي تبعنا. انت معلش، انت لو اجرتها جراشات زي اماكن تانية كتير مش هيخش لك الربع اللي احنا هندخله. احنا ما عرفناش من حضرتك كل حاجه، ولنا لقاءات تانية مع سيادتك، وان شاء الله يبقى قريب جدا لقاء تاني مع حضرتك في افكار جديده ليك، وتكون حاجات ملموسه على ارض الواقع ان شاء الله. في مفاجآت جايه كتير. تمام. مع التعاون مع الشباب بتوعنا الحابين الخير، وده ان شاء الله هنظهره في الحلقات الجايه، والله المستعان. نشوفكم الحلقه الجايه في برنامج اجدع ناس في مصر مع ضيف جديد، ونشوفكم بخير ان شاء الله.